بعد معارك متواصلة على مدى 9 أيام متتالية، تمكنت القوات المشتركة والقطعات الساندة من تحرير المجمع الحكومي وسط الفلوجة ورفع العلم العراقي فوق بناياتها، فيما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مستشفى الفلوجة وفرض السيطرة التامة على حي نزال والقاطع الجنوبي للفلوجة. الضربات المدفعية المكثفة أرغمت داعش على الهروب وترك المناطق للقطعات المحررة وإلحاق خسائر بصفوف مسلحيه. اليوم تم تحريرها ورفع 22 عبوة، إضافة إلى هذا استهدفونا بعجلة مفخخة، والحمد لله والشكر حاولنا احنا المعالجة حاولنا استهدافها، ويعني قبل ما توصل لهذا فجرنا. وعدنا بتحرير الفلوجة وقد عادت الفلوجة إلى حضن الوطن. لقد سيطرت قواتنا البطلة على قضاء الفلوجة وأحكمت سيطرتها على داخل المدينة، ولا زالت هناك بعض البؤر والتي تحتاج إلى إن شاء الله تطهير خلال الساعات القادمة. وجهت جميع مؤسسات الدولة بالقيام باستنفار كل الجهود من أجل رعاية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم. وأيضا وجهت قواتنا البطلة التي سيطرت على الفلوجة بحماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة ورعاية أمن وسلامة المواطنين. وإن شاء الله مبارك لكل العراقيين هذا النصر، ونصر قريب قريب جدا إن شاء الله في الموصل لنطرد آخر داعش من أرض العراق. بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الوجهة المقبلة للقوات المسلحة هي الموصل، أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي عن بدء عمليات تحرير قضائي الشرقاط والقيارة جنوب الموصل بغطاء جوي من قبل طيران التحالف الدولي. تقدم على إثرها جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة وقطعات قيادة عمليات صلاح الدين، وتمكنت من السيطرة على مفرق الشرقاط بعد تحرير قرية المسحك شمال بيجي، لتصبح القوات العسكرية على مرمى حجر من مركز أقضية الشرقاط والقيارة جنوب الموصل. إن شاء الله نقول داعش ما نوقف إلا الموصل، انتهينا إن شاء الله داعش. تم مطاردة فلول الإرهاب وقتل أغلبهم وتفجير العبوات الناسفة وتفكيك البيوت المفخخة. قضي الأمر وانكسر داعش في الفلوجة، هزائم متتالية وخسائر كبيرة في العدد والعدة مني بها داعش، وهو ما يشير إلى أن التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن الجولة النهائية من نزال الموصل ستبدأ وتنتهي قريبا جداً.